عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل بعنوان التوجه الاستراتيجي الجديد للتحول الإلكتروني إلى الأجهزة الذكية، وتركز هذه الورشة بشكل رئيسي إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين للخدمات الحكومية عبر التطبيقات الإلكترونية والأجهزة الذكية. التفاصيل في التقرير التالي. عند الحديث عن حجم الخدمات المنجزة إلكترونيا خلال هذا العام، لغة الأرقام دائما ما تكون دقيقة. قرابة 246 ألف استخدام للتطبيقات الإلكترونية، وإنجاز أكثر من 41 ألف معاملة حكومية، جميعها حلول تواصل مسيرها نحو توجه جديد لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للتحول إلى الأجهزة الذكية وزيادة التطبيقات الإلكترونية للخدمات الحكومية. يأتي هذا طبعا ورشة العمل للاجتماع بجميع الجهات والمؤسسات الحكومية لإعطائهم فكرة عن التوجه الاستراتيجي للأجهزة الذكية اللي طبعا اعتمدتها مملكة البحرين كخطة متكاملة تجمع جميع الجهات الحكومية في إطار عمل لتطوير وتنفيذ الخدمات الحكومية عن طريق طبعا الأجهزة الذكية. قراءة وافية لما بين سطور العنوان العريض لهذه الورشة التي تأتي لتطوير التطبيقات الذكية، وتهدف إلى تمكين المستخدمين من إنجاز كافة متطلبات الخدمة عبر تطبيق إلكتروني واحد يضم الخدمات المتشابهة وإن تعددت الجهات المعنية بالخدمة، كما تشمل المبادرة تطوير مستويات الأمان والشفافية والخصوصية في التطبيقات، وتوظيف خصائص الأجهزة الذكية مثل الكاميرا ومحدد المواقع العالمي وغيرها. الحصول على مجموعة من الخدمات مقدمة من وزارات مختلفة في تطبيق واحد، بدل ما أن كل وزارة يكون لها تطبيق، فيكون تطبيقات مشتركة فيها تجمع الخدمات يعني التي تؤدي غرض معين. فمثلا في مجال لو في مجال السيارات مثلا، فخدمة مثلا وزارة الداخلية مقدمة من الإدارة العامة للمرور، ترخيص تجديد رخص السياقة أو تسجيل المركبات أو التأمين، فهذه مثلا بإمكانها يعني بإمكانهم أن يتم دمجها مع تطبيقات أخرى خاصة بنفس مقدمة من وزارة أخرى بنفس النمط. نحن في هيئة الكهرباء والماء عندنا تجارب سابقة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، قمنا بإنشاء الموبايل آب أو التطبيق الخاص بهيئة الكهرباء والماء، وتطبيق هيئة الكهرباء والماء حاز على جائزة أفضل موبايل آب على مستوى العالم العربي في فبراير 2016 في حفل أقيم في دبي. وكجزء من عملية التطوير المستمر التي تسعى من خلال هيئة الكهرباء والماء لتوفير خدمات أكثر للمشتركين، احنا في الوقت الحالي في مناقشات مع الإخوان في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإصدار مثل ما نعرف يعني مثل ما يعرف بالجيل الثاني أو التطوير الثاني لهذا التطبيق اللي تم إصداره في السابق، وهو متوقع أنه يتم إصداره مع بداية الربع الأول من العام المقبل. من جانب آخر، تم اعتماد الدليل الإرشادي للتطبيقات الذكية، والذي يتضمن مجموعة من الإرشادات والضوابط المتبعة عند تطوير التطبيقات كمرجع للمؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم تطبيقات ذات جودة عالية يستفيد منها المستخدمون، علما بأن الدليل الإرشادي قد تم تعميمه على أكثر من 29 جهة حكومية. التوجه الاستراتيجي للتحول الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية كان هو عنوان الورشة التي تعد خطوة إيجابية لتطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.